اللي هي تتندرج في السياق ديال الخطاب الملكي السامي بالمناسبة ديال الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، واللي أعلن فيه جلالة الملك على أن المغرب سيكون يعني حازم وصارم في اتخاذ كل ما يجب من أجل وضع حد للمحاولات اليائسة للخصوم ديال الوحدة الترابية الذين يعني حاولوا أنهم يقطعوا الطريق اللي هو كيربط ما بين المملكة المغربية ومع موريتانيا الشقيقة وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء. فلذلك كانت العملية اللي هي تمت بحكمة ورزانة من قبل القوات المسلحة الملكية وتحت القيادة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بتطهير المنطقة ديال العازلة يعني المعبر ديال القرقارات، تطهيره من العناصر اللي كانت سعات باش أنها يعني تحتله وأنها تقطع الطريق على حركة النقل ديال البضائع والمنتوجات والمواد الغذائية والأشخاص، واللي خلقت واحد السياء واسع عند الجميع عند كل المحافل الدولية والقارية اللي ما تقبلت شيء هذا الأسلوب اللي هو مستفز ليس للمملكة المغربية وحدها بل مستفز كذلك للقرارات ديال الأمم المتحدة، خاصة بعد صدور القرار 2548 ديال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. فطبعا هاد حدث يعني هو تنسجلوه بفخر واعتزاز بالحكمة والتبصر ورباطة الجأش اللي تعامل بها المغرب مع هاد الفلول ديال الخصوم ديال الوحدة الترابية، واللي يعني استطاع أنه يبعدهم على المنطقة العازلة اللي هي من المعلوم أنها من التراب الوطني وأنها يعني صلة وصل مع الأشقاء في البلدان الإفريقية. لذلك أسرة المقاومة وجيش التحرير يعني عبرت ومبكرا عن موقفها المساند والمؤيد لهذه الخطوات اللي اختارها المغرب يعني بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وصدرت واحد العدد ديال البلاغات وديال البيانات في سائر الأقاليم الجنوبية وكذلك في أقاليم أخرى من الوطن اللي كانت كلها تقدير وإجلال وإكبار لهذا الموقف المغربي الصارم والحازم واللي كينسجم مع الخطاب السامي ديال ذكرى 45 للمسيرة الخضراء، واللي كان خطاب صريح وواضح وفتح يعني العيون ديال الجميع على صواب ووجاهة الموقف المغربي الداعي الى يعني الى الى تقرير الى تقرير يعني حكم ذاتي موسع تحت السيادة الوطنية للمغرب منذ 2007، وهو يعني ينادي به ويدافع عنه، واللي عرف الاستحسان والتأييد ديال أوسع المحافل الدولية والقارية وأوسع المؤسسات الدولية اللي هي كتعتبر أنه آلية واقعية وسلمية وديمقراطية من أجل إنهاء النزاع المفتعل الذي طال أمده، واللي كيحاولوا الخصوم ديال الوحدة الترابية أنه يتمادوا فيه ضداً على الحقوق المشروعة لبلادنا.